يعطيكم العافية يا شباب. هذا الفيديو رقم 2 لمحاضرة 6/12/2023 شبكات الحاسوب. احنا تكلمنا في المحاضرة السابقة، خليني بس أشير لكم، تكلمنا عن الاي بي ادرس، هاي أمامكم. تكلمنا شو الاي بي ادرس، تكلمنا عن الاي بي ادرس نفسه كرقم مما يتكون، تكلمنا عن نظام الباينري نمبر وعلاقته بالاي بي ادرس، تكلمنا عن النتورك والهوست اللي بيمثلوا في الاي بي ادرس، وان الاي بي ادرس بيجي مجموعه قبل الباينري سيستم اللي هو بيتعامل على 2.1 2.0 2.1 وهكذا. فاي رقم بالنظام الديسيمال يمكن تمثيله بالنظام الباينري، فعندي الاي بي ادرس بده يكون رقم مثل هيك، اي بي ادرس هذا الرقم يمكن تمثيله بالنظام الباينري بالشكل هذا. حكينا كيف بنحول من الباينري للديسيمال والعكس. تكلمنا عن كمان الاي بي ادرس كلاسز، قلنا في كلاس اي وبي وسي هذول، والاي بي ادرس نفسه بيشكل جزء من الرقم، بيعطيني دلاله على النتورك نمبر، وفي جزء اخر بيدل على الهوست نمبر. حكينا كلاس اي مما يتكون، وكلاس بي وكلاس سي. ان شاء الله المحاضره الجايه بيكون في عندنا امتحان. المحاضرة اللي بعديها بنكمل في الاي بي ادرس كلاس اي وبي اللي تكلمنا عنهم بالتفصيل، حكينا عنهم، وبناخذ كمان نتكلم عن كلاس دي واي. بس تذكير للامتحان المرة الأخيرة، درسوا بشكل جيد الوحدات، الثلاث وحدات اللي داخلة في الامتحان. الأسئلة زي ما حكينا مقسومة جزئين، مالتيبل شوز واس اي، والتواجد قبل بداية الامتحان، امتحان على 9:30 يوم الأحد، واجد قبل بربع ساعة بتكون عند باب القاعة عشان بيبدأ الامتحان 9:30. يعطيكم العافية، ومنكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بعد الامتحان، منكمل محاضراتنا.